أهم شيء في مكة هو الحرم. طيب الحرم الكعبة obviously. الكعبة بناها سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل، طيب، وهو اللي حط القواعد، وكان وعندنا مكان في الحرم اسمه مقام إبراهيم. طيب مقام إبراهيم هو المكان اللي حط عليه رجوله عشان اطلع ابن الكعبة، عشان ايام زمان ما كان عندهم سلم، ما كان عندهم شيء، هذا حجر ربنا نزله من الجنة، وف كان يوقف عليه وكان يبني الكعبة، طيب، عشان كانت عالية. الكعبة في نص الأرض، يعني مركز الأرض، obviously. طابيس ايش كمان؟ مكة، نحنا اهل مكة يعني معروفين بالكرم، يعني ايش كمان؟ ايش تبي انت تعرف؟ نحنا واجبنا اهل مكة ان نحنا نخدم الحجاج، هادولا ضيوف عندنا، نحنا نكرمهم. ايوه، تصير. انا عائلتي كانت، شوفنا عائلتي من جهة ماما كانوا يشتغلوا مع الحجاج مرة مرة كتير، طيب، وعائلتي من بابتي عندنا شيء اسمه طوافة، هذا طوافة وقت الحج يجوا ونحن يعني نحججهم، نوديهم عرفة، نطلعهم من ايوه، ونوديهم يعني مزدلفة وكده. وترى هذا الشيء مو من دحينة، ترى هذا الشيء من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام قبل الإسلام أصلا ما كان يجي، كانوا دائما الحجاج كانوا يجوا لمكة، وكانوا دائما 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 يخدموهم، وكانوا دائما يعني يأكلوهم ويشربوهم ويعني ويوفروا لهم يعني بيئة أفضل يعني ليهم. فهذا الشيء يعني متوارث عندنا من أيام زمان، فأبدا ما هو شيء جديد إنه الحجاج يجونا، ونحن مرة نفرح إنه الحجاج يعني يجونا. الحرم 24 ساعة مفتوح، متى ما تبغى تروحوا عادي تقدر تروحوا، عادي تدخلوا. الحرم هو ما هو مكان للسياح، هو مكان للعبادة، فنحن نستقصد الحرم عشان نصلي فيه، طيب، وعشان نتعبد ربنا، نقرأ في القرآن، نسبح، وبس. وأكيد أهل مكة دائما يروحوا الحرم. ترى نحن في مكة ما عندنا سبأربز وما أدري شكله، ترى نحن كلنا في مكة كلنا واحدة مدينة. ترى نحن في مكة ما عندنا سبأربز وما أدري شكله، ترى نحن كلنا في مكة كلنا واحدة مدينة. يعني في عندنا حدود للحرم، بس ما عندنا مثلا عايشين برا مكة يعني. كل واحد وكيف يعني ما يعيش، يعني المباني عندنا تختلف، يعني في عندنا مباني صغيرة كبيرة وسط طويلة، يعني ما عندنا شيء محدد.